الاستخبارات البريطانية تمكنت من اختراق المنظومة العسكرية الروسية، وبدأوا يعرفون تفاصيل التفاصيل مما يجري من اتصالات بين القيادات العسكرية الروسية وحتى على مستوى الجنود الروس. وهذا الأمر أصبح واضحا من تصريحات قادمة من هذا الرجل جيريمي فليمينغ، وهو مدير الاتصالات الحكومية البريطانية. وهذه طبعا النقطة التي هو يرأسها، والاتصالات الحكومية البريطانية التي يرأسها، هي متصلة بالعديد من أجهزة التنصت والاستخبارات على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأخرى. وهو قال على هذا الأساس يوم أمس إن المعلومات الاستخبارية الجديدة أظهرت إن بعض جنود الروس في أوكرانيا رفضوا تنفيذ الأوامر وعطلوا معداتهم الخاصة وأسقطوا بطريق الخطأ إحدى طائراتهم. بل إن هذا التقرير أيضا بالنسبة لفليمينغ هو أكد بأن جنود الروس في حالة معنوية غير جيدة، هم محبطون تماما بعد أكثر من 30 يوم من هذه المعركة. وهذا التقرير هو يأتي بعد 7 أيام فقط من تقرير آخر هو صدر من الاستخبارات الأمريكية بهذا الشكل. ونتحدث بتصريحات صدرت من 3 مسؤولين أمريكيين أكدوا بأن 60% من الصواريخ الروسية هي لا تصيب أهدافها، هي تخطئ بهذا الشكل كما ترون في هذه الصورة المثبتة في رويترز. بالإضافة إلى ذلك بأن هذا التقرير الاستخباري أكد بأن المستشارين الخاصين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخافون من عملية إطلاعه بالوضع المأساوي الذي يجري في الداخل الأوكراني. وهذه طبعا المعلومات الاستخبارية إذا كانت على المستوى البريطاني أو حتى على المستوى الأوكراني هي تستشهد بما يجري على الميدان على المستوى العسكري. ففي العاصمة الأوكرانية كييف هما هنا كما تلاحظون هم يقولوا بأن روسيا لم تتمكن من اختراق كييف، وكذلك تشيرنيهيف لم تتمكن روسيا من القيام بشيء هنا، سومي وخاركيف، انسحاب كذلك من ميكولايف إلى خيرسون بهذا الشكل، وأوديسا لا زالت ليست تحت الضغط أو الخطر بأي شكل من الأشكال، وحتى دنيبرو وزاباروجيا. وبالتالي هم يستشهدون بأن عدم وجود أي اختراق هنا يؤكد هذه المعلومات الاستخبارية التي دائما تذكر تقريبا بشكل يومي بهذا الشكل. وإذا ما توجهنا مثلا وأخذنا مثالا إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وتحديدا إلى شرق هذه العاصمة المهمة للغاية التي شهدت الكثير من الأحداث، هذه هي طبعا الحدود الإدارية الشرقية للعاصمة الأوكرانية كييف. هذه طبعا مدينة بروفاري تحت سيطرة القوات الأوكرانية، وكذلك بورسبيل بهذا الاتجاه. القوات الروسية هي تقدمت منذ البداية بدراسة كبيرة جدا طبعا لطبيعة كيف يتقدمون من الشرق، وصلوا إلى نوفا باسان ووصلوا إلى ستارا باسان بهذا الاتجاه، وتمكنوا من السيطرة على كل هذه الأسماء والنقاط والمدن التي ترونها أمامكم. وصلوا إلى بريموها، إلى روزانف بهذا الاتجاه، وبدأوا يتقدمون طبعا ووصلوا إلى هذه المناطق التي ترونها أمامكم القريبة من بورسبيل لأنهم يريدون السيطرة عليها. كذلك هم تقدموا بهذا الاتجاه برتل كبير في حينها قبل أسابيع، ووصلوا إلى بوغدانيفكا وبدأوا بالضغط على بروفاري من أجل السيطرة وإغلاق النقطة الشرقية للعاصمة الأوكرانية كييف بكل تأكيد. وأيضا كان هنالك دعما مستمرا لهذا الرتل في بوغدانيفكا الذي يحاول اختراق بروفاري قادما من نوفا باسان إلى ستارا باسان، وبعدها يستمر الدعم بهذا الشكل من أجل ديمومة الضغط على مدينة بروفاري الذي تم طبعا في الأيام الأخيرة ومؤخرا. إن القوات الأوكرانية تمكنت من السيطرة بشكل مفاجئ على هذه النقطة ألا وهي لوكيانيفكا، وبدأوا بالضغط طبعا على هذه المنطقة الأخرى ألا وهي روديانيتسكي بهذا الاتجاه. الآن الجديد قبل 48 ساعة القوات الأوكرانية تقدمت بشكل كبير على هذه المستويات، هي تمكنت من السيطرة على روديانيتسكي، بل إنها تقدمت من لوكيانيفكا بهذا الاتجاه إلى نوفا باسان واخترقت نوفا باسان ودخلت في حرب شوارع كبيرة مع القوات الروسية. بل إنها أيضا تمكنت من دفع القوات الروسية والسيطرة على كل القرى الصغيرة هنا التي سيطرت عليها القوات الروسية، ودفعت القوات الروسية إلى بريموها. لا زالت القوات الروسية موجودة في بريموها، ولكنهم سيطروا أيضا على روزانيف، سيطروا على بلوسكي، سيطروا على كل هذه النقاط التي ترونها حتى هذه المنطقة ألا وهي هريبليكي بهذا الاتجاه. بل إن القوات الأوكرانية بدأت بالدفع لضرب الإمدادات التي تأتي من نوفا باسان إلى ستارا باسان وصولا طبعا إلى
هذه المنطقة المتمثلة ببوهدانيفكا، وبالتالي هم بدأوا يخففون الضغط. الهدف هو تخفيف الضغط بل إنهاء الضغط تماما على بروفاري بهذا الاتجاه. هذه التطورات كلها جديدة ومفاجئة جدا. وكذلك إذا ما ذهبنا إلى العاصمة الأوكرانية كييف بصورة كاملة بهذا الشكل، فطبعا الحدود الإدارية بهذا الشكل تأتي كما تلاحظون وكما تحدثنا بشكل كامل بالشكل التقريبي. وهذه طبعا هي بروفاري التي تحدثنا عنها، وهذه هي بورسبيل التي تخلصت من الضغط. طبعا الآن الأمور الجديدة التي تمت في الفترة الأخيرة بعدما سيطرت القوات الأوكرانية على إيربن، بدأت تهدف على السيطرة على عدد من النقاط المهمة. هذه نقطة بوتشا التي تتواجد فيها القوات الروسية وتشتبك بشكل مستمر مع القوات الأوكرانية، وهي لا زالت أيضا تسيطر القوات الروسية على مطار غوستميل بهذا الاتجاه، وهي تقطع نصف هذا الطريق بهذا الشكل، الطريق الغربي طبعا لهذا الطريق الغربي الخاص بالعاصمة الأوكرانية كييف، بعدما تمكنت القوات الأوكرانية من أخذ مساحة من هذا الطريق الغربي. الآن الذي جرى أيضا في 48 ساعة الماضية بين القوات الأوكرانية تمكنت وبدأت بالهجوم على مطار غوستميل، وبدأت تدخل في اشتباكات في محاولة للسيطرة على هذا المطار المهم جدا، وبعدها الانتقال وفتح الباب لإنهاء سيطرة القوات الروسية على بوتشا، وبالتالي تكون العاصمة الأوكرانية كييف في راحة كبيرة جدا، وهي ليست محاصرة بأي شكل من الأشكال. ولكن في نفس الوقت بالنسبة إلى روسيا، الواضح جدا بأن من وجهة نظر روسيا الأمور مختلفة تماما. فالواضح أن القوات الروسية هي التي بدأت بعملية الانسحاب، وذلك لأن روسيا قد صرحت في فترة سابقة ومهمة جدا في الفترة الأخيرة تحديدا، أكدوا بأن وحداتهم العسكرية والعمليات العسكرية سيقومون بتخفيفها في العاصمة الأوكرانية كييف، وكذلك في تشيرنهيف، أي أن التصعيد سيخفضونه. بل أنهم أيضا أكدوا بأن هنالك عملية سحب لعدد من الوحدات العسكرية إلى الداخل البيلاروسي، وفي عملية تناوب وإعادة تموضع. وهذا يوضح طبعا بأن هنالك قضية تحققت بالنسبة إلى روسيا، هم بدأوا يصرحون بها بشكل رسمي على المستوى الدبلوماسي بأنهم ضمنوا عدم ذهاب أوكرانيا أو انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو بأي شكل من الأشكال. تقدم مهم جدا دبلوماسي. وأيضا ما يؤكد هذا الأمر أن العمليات العسكرية التي تأتي في إقليم دونباس هي كبيرة وفي وتيرة متصاعدة من قبل القوات الروسية، وما يؤكد ما جرى على المستوى الدبلوماسي في كييف من عملية دبلوماسية مهمة جدا. واضح بدأت تخف وبدأت لا تريد القوات الروسية الدخول إلى كييف بعد الآن بعد هذه الضمانات. تحدث عنها في صريح العبارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي أكد بأننا تقدمنا في مسألة قضية عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، ولكن على العاصمة الأوكرانية كييف وعلى النظام في كييف أن يفهم تماما بأننا نريد إقليم دونباس وكذلك شبه جزيرة القرم. يقصد هنا في إقليم دونباس أن تكون جمهوريات منفصلة، وأن يكون هنالك اعترافا في شبه جزيرة القرم بأنها تابعة إلى روسيا بشكل رسمي. وطبعا هذه القضية يجب أن نفهم إذا ما توجهنا إلى المنطقة الشرقية لكي نعلم لماذا نحن نتحدث بأن الأمور هنا مختلفة مقارنة في كييف. هنالك أهداف مهمة جدا بالنسبة إلى القوات الروسية تعمل عليها. هذه هي الحدود الإدارية لدونباس بهذا الشكل الذي ترونه، وهذه هي طبعا الحدود الإدارية الفاصلة بين لوغانسك وبين دانييتسك التي اعترف بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كجمهوريات طبعا مستقلة لا علاقة لها بأوكرانيا. بالنسبة لطبيعة السيطرة للقوات الروسية، هي تأتي تقريبا بهذا الشكل الذي ترونه على مستوى المنطقتين طبعا، وهذه طبعا هي ماريوبول التي يحاصرونها والتي سنتحدث عنها أيضا. بالنسبة للقوات الأوكرانية، ما تسيطر عليه الآن هي سيفرودانييتسك التي تأتي بهذا الاتجاه، وكذلك بوباسانا بهذا الاتجاه. النقاط التي تسيطر عليها القوات الروسية بالنسبة للوغانسك هي هائلة جدا. نحن نتحدث عن سيطرة على أكثر من 95% من لوغانسك. الأمور منتهية بالنسبة للقوات الروسية وكذلك الانفصاليين من جمهورية طبعا لوغانسك، بأنهم مسيطرين بشكل كبير ويضغطون على مدينة سيفرودانييتسك، ولكن ليس هنالك تقدما جيدا أو ملحوظا في سيفرودانييتسك. الآن التحرك الذي يأتي من القوات الروسية هو قادما على
هذه النقطة المتمثلة طبعا ببوباسانا، هم بدأوا يضغطوا عليها ويريدون السيطرة عليها، وبعدها التضييق على مدينة سيفرودانيتسك إلى السيطرة عليها طبعا بكل تأكيد. وإذا طبعا ما أخذنا بهذا الشكل يريدون طبعا الاطباق عليها. اما اذا ما تحدثنا عن دانييتسك وما الذي يجري فيها، بالنسبه الى دانييتسك القضيه مختلفه طبعا. هم تقدموا، هم يسيطرون على 50% اولا، وهذه نقطه مهمه جدا بالنسبه الى القوات الروسيه والانفصاليين من دانييتسك، و50% تسيطر عليها القوات الاوكرانيه. الذي قامت به الان القوات الروسيه في 48 ساعه الماضيه، هي تقدمت وتمكنت من التقدم الى نقطتين بهذا الاتجاه، الا وهي فوهلدار بهذا الاتجاه، وكذلك تمكنت أيضا بعض الأنباء تتحدث عن نقطة أخرى ألا وهي زولتانيفا، تمكنت أيضا من السيطرة عليها. وبالتالي بدأت شيئا فشيئا ترفع من نسبة السيطرة في دانييتسك بهذا الاتجاه الذي نتحدث عنه. ولكن لماذا هذا التقدم البطيء في دانييتسك وكذلك التأني في التقدم في لوغانسك؟ لأن القوات الروسية والقوات الشيشانية وحتى الانفصاليين من دانييتسك يركزون على قضية إنهاء ماريوبول التي لا زالت صامدة حتى هذه اللحظة بقتال هائل جدا قادم من الأوكرانيين طبعا بكل تأكيد. إذا ما ذهبنا الآن إلى هذه المدينة المهمة جدا ألا وهي ماريوبول المحاصرة لكي نفهم ما الذي يجري، وهي مقسمة إلى عدة مناطق مهمة جدا، أربعة مناطق ألا وهي سنترالي بهذا الاتجاه، وبريمورسكي بهذا الاتجاه، وكاليوموسكي بهذا الاتجاه، وكذلك ليفروغيني. ليفروغيني واحدة من المدن المهمة جدا والأحياء المهمة التي أعلنت روسيا بأنها سيطرت عليها بالكامل، ولكن مع تطور الأمور أصبح واضحا بأنها لا تسيطر عليها بالشكل الكامل، بل أن القوات الروسية هي تمكنت من الوصول إلى هذه المنطقة وسيطرتها تقريبا تأتي بهذا الاتجاه. وصلوا إلى منطقة يطلق عليها أزوفستال بهذا الاتجاه. الاشتباكات تأتي مع القوات الأوكرانية بهذا الاتجاه، تحاول القوات الروسية أن تسيطر عليها. ويجب أن نفهم أن القوات الروسية هي قادمة بهذا الاتجاه ضاغطة من الشرق وضاغطة أيضا من الغرب، ومن الغرب هي تمكنت من مدينة سنترالي التي تتواجد فيها هنا نقاط حكومية ومباني حكومية مهمة، تمكنوا من السيطرة حقيقة القوات الروسية على التشيرش أو الكنيسة الخاصة بماريوبول، وكذلك تمكنوا من السيطرة أيضا على السينما أو المسرح الدرامي الموجود فيها. وبالتالي أصبحت سيطرتهم قريبة جدا بهذا الاتجاه طبعا بعدما سيطروا على المطار بهذا الطريق. وبالتالي هم يحاولون عزل ماريوبول من الشرق ومن الغرب وقطعها بهذا الشكل وجعلها إلى منطقة شمالية وإلى منطقة جنوبية. ولكن أيضا يجب أن ننتبه، من الشمال هم تمكنوا من التقدم وأخذوا منتصف مدينة كاليوموسكي بهذا الاتجاه وسيطروا عليها أيضا. الآن الرهان، وكما هو واضح من الأنباء في 48 ساعة الماضية، أن القوات الروسية بدأت تضغط بهذا الاتجاه ويحاولون السيطرة على بريمورسكي بهذا الاتجاه. لماذا؟ لأن هنا هذا كما ترون هو ميناء ماريوبول، يحاولون السيطرة عليه بأي شكل من الأشكال. فمع السيطرة على هذا الميناء وعلى هذا المطار سيعتبر تطورا كبيرا بالنسبة إليها. وعلى هذا الأساس يتوقع ومتوقع بأنهم يهاجمون برمائيا هذا الميناء مع التقدم البري الواضح من الأقمار الصناعية بهذا الاتجاه، لكي يطبقوا شيئا فشيئا على هذه المنطقة وإنهائها بالتمام والكمال كما نتحدث نحن هنا في ماريوبول المدينة المهمة. لذلك هذه المدينة الآن هنالك سيس فاير، هنالك إيقاف لإطلاق النار الآن، محاولة لإخراج المدنيين للاستمرار طبعا في القتال، ومحاولة لاقتحام القوات الأوكرانية موجودة في كل هذه النقاط التي ترونها طبعا، التي أضع الإشارات عليها في هذا الاتجاه. لا زالت هي مسيطرة على هذا الميناء الذي نتحدث عنه. ستكون هنالك معارك كبيرة في الساعات أو حتى في الساعات القادمة عندما نتحدث عن يوم غد، سيكون هنالك الكثير نراه في هذا الأمر. ولكن القوات الروسية تضغط وتقوم بقصف عنيف للغاية على هذه المنطقة وعلى هذه المنطقة لإنهاء هذه المعارك. وهذا طبعا أصبح واضحا من خلال صور قادمة من قبل ماكسار تكنولوجيز التي نشرت مدفعية خاصة روسية قالوا بأنها موجودة في ماريوبول وتقوم بالعديد من العمليات. إذا ما اقتربنا من هذه الصورة قليلا فسنلاحظ بأننا فعلا أمام مدافع روسية موجودة بهذا الاتجاه وهي موجهة تجاه ماريوبول. وإذا ما أخذنا عدد
من العلامات لكي نعرف بالقمر الصناعي هذه المنطقة فعلا موجودة في ماريوبول. هذه هي المنطقة طبعا التي تأتي في اللون الأبيض. دعونا نعود لكي نأخذ هذه العلامات مرة ثانية. هذه المنطقة باللون الأبيض المميز مع هذا الطريق مع المنطقة العشبية الواسعة قد تكون كافية لنا لمعرفة هذا الموقع بالتوجه إلى القمر الصناعي الآن بالنسبة إلى القوات الروسية وهذه المدفعية التي نتحدث عنها. هذه هي مدينة ماريوبول. سنلاحظ بأننا نتوجه إلى الشرق بهذا الاتجاه وسنلاحظ بأننا أمام فعلا نفس العلامات وهي هذه المنطقة البيضاء بهذا الاتجاه طبعا وهذا هو الطريق وهذه هي المنطقة العشبية التي كانت المدافع متواجدة فيها بهذا الاتجاه. وهذا يوضح طبعا إذا ما قمنا بقياس العلامات إذا ما عدنا بالخارطة قليلا وبعيدا لنلاحظ مدينة ماريوبول ونحسب القياسات فسنلاحظ بأن هذه المدفعية التي تعمل طبعا من هذا الاتجاه كما تحدثنا هي تعمل بكثافة نارية كبيرة جدا على هذه المنطقة من مسافة بسيطة للغاية تكون أقل من عشرة كيلومترات ومن الممكن لها أيضا أن تقوم باستهداف هذه المنطقة وهذه المباني طبعا على مسافة 17 كيلومترا. لكن واضح أن القوات الروسية القادمة من الغرب هي التي تدير عمليات القصف قصف عنيف للغاية الذي يؤكد هذا الأمر. وهذا القصف هي الخارطة الحرارية القادمة من الأقمار الصناعية بهذا الشكل. طبعا إذا ما ذهبنا إليها بسرعة سنلاحظ فعلا بأننا أمام نيران هائلة جدا وضرب عنيف بحسب هذه الخارطة لمواقع القوات الأوكرانية المتواجدة في هذه المنطقة بكل تأكيد. لذلك نحن أمام فعلا تطورات مهمة جدا تجري في أوكرانيا على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى كذلك الاستخباري بكل تأكيد.